مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ يا بكونوا بخير، طمنوني عليكم، شو عاملين؟ فيديو اليوم مميز بالنسبة لإلي لأنه فيه معلومات وبنفس الوقت فيه الشغلات اللي بنعملها بالعادة. المعلومة اللي بدي أحكي لكم إياها إنه إحنا البشر لازم نحاول إنه نغير اللايف ستايل تبعتنا عشان الاحتباس الحراري يخف. لما قعدت وفكرت في الموضوع حكيت إنه لازم أهم إشي نبدأ فيه هو بيوتنا. بيوتنا هي اللايف ستايل تبعتنا، الأشياء اللي بنعملها كل يوم، الأشياء اللي بنعيشها كل يوم بتكون ببيوتنا كبداية. فبالتالي قررت انه بيت اليوم يكون ايكو فريندلي. تعالوا مع بعض نبني بيت ايكو فريندلي واحكي لكم ايش الافكار اللي عم تخطر ببالي. بس قبل ما نبني البيت لا تنسوا تعبروا لي عن محبتكم، تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة اول باول. قررت ابني المبنى تبعي في ايفرجرين هاربر اللي هي المدينة اللي اجت مع ايكو لايف ستايل. الفكرة عندي انه المبنى رح يكون عبارة عن يو شيب، بالنص فيها كورت يارد صغيرة فيها خضار. الخضار هذا رح يساعد المبنى كله انه يكون فيه برودة طبيعية بدون احتياج لمكيف او لمروحة او لأي اجهزة الكترونية. بنفس الوقت هذا البيت بيولد طاقة وبيحافظ على الموارد الطبيعية، ومبني من ماتيريالز معاد تصنيعها او ريسايكلد ماتيريالز. كمان بيت الدرج حبيت اعمله على طريقة اللي هم الملاقف، رح يكون زي برج طويل وفي عنده شبابيك مرتفعة، وحددت الاماكن اللي بدي اخليها مفتوحة وفيها تهوية والاماكن اللي رح تكون مسكرة. عملت كمان برندة مسكرة فيها مشربيات وحطيت عليها كمان نباتات. بعدين استعملت الباك تبعت ايكو لايف عشان اخذ الشبابيك والابواب. عملت الارضيات كمان من خشب ونباتات وحطيت شجرة بنص البيت، وبعدين وزعت النباتات والروفينج وادوات انتاج الطاقة اللي راح نستعملها عشان ننتج طاقة للمبنى. المبنى من جوا عملت له تقسيمات، راح اخلي الطابق اللي تحت عبارة عن غرفة قعدة ومطبخ وسفرة، والطبق الثاني اللي هو البرايفت. طلعت برا عشان احط الماتيريال الخارجية للمبنى، وزعت كمان المشربيات، بعدين حطيت عند المشربيات شبابيك عشان يكون الاضاءة مختلفة، وبنفس الوقت المشربيات بتساعد على انه يدخل هواء بارد على البيت. حطيت قاعدة كمان عند مدخل البيت، قاعدة بسيطة صغيرة عندها فاير بليس، واستعملت من الباك تبعت ايكو لايف ستايل النباتات المعلقة اللي بتكون على الحيطان، وحطيت كمان اضاءات فيها نباتات ونباتات على الفاير بليس نفسها. بهذا البيت رح يكون في كتير خضار لانه احنا عم نمشي هلأ باتجاه الايكو او اللي هو الجرين هاوس. الايكو والجرين بيكملوا بعض. رح احاول كمان انها تكون كل الماتيريال من الباك تبعت ايكو لايف، لانه الماتيريال تبعت ايكو لايف اللي هي الريسايكلد ماتيريال او اللي هي الرو ماتيريال اللي بتكون بتساعد البيئة او بتكون مصادقة للبيئة. المطبخ حبيت انه يكون غامق شوي، لونه اسود ومطل على جهة المشربيات وعلى جهة تانية للمدخل اللي فيه عنده اشجار. وزعت الخزاين المعلقة والخزائن تبعت المطبخ، وبدأت أحط الأدوات الإلكترونية في المطبخ، وحبيت على الزاوية أعمل البشكير الصغير هذا علقته على الخزانة. ورجعت كمان علقت نباتات في المطبخ ووزعت نباتات على قد ما بقدر، بس بطريقة بسيطة مش إنه يكون البيت عبارة عن غابة. بس بنفس الوقت وين ما تروحوا بالبيت رح تلاقوا مكان يا مطل على مكان أخضر يا إما فيه نباتات. حطيت الشبابيك وحطيت ستاير، غيرت ألوانهم، وكمان وزعت نباتات على الحيطان وتحت الشبابيك، وفي كل زاوية لقيتها فاضية ومحتاجة للنباتات أو خضار حطيت نباتات، وحطيت بعدين لوحات عليها أوراق شجر. آخر إشي حطيت السفرة والإضاءة، وعملت تحت بيت الدرج مكتب صغيرة عشان تقعد تقرأ فيها كتبها. بعدين انتقلنا لغرفة القعدة. غرفة القعدة حطيت فيها فاير بليس وتلفزيون، وزعت حواليها كنبيات للقعدة،
وحطيت أخشاب على الحيطان عشان أعمل فيهم ديكورات، وبعدين حطيت الستاير اللي هي عبارة عن بامبو، أو أنا مفترض أنه هي ممكن تكون عبارة عن بامبو عشان نكون كمان الستاير هذول اللي بالغرفة هاي طبيعيين أو من مواد موجودة بالطبيعة. وبعدين حطيت آلة موسيقية وحطيت كنبيات، بس حسيت أنه مكانهم مش مناسب وأنه محتاجين سفرة أكتر من أنه الكنبيات هون، أنه سفرة للضيوف. فرفعت الكنبيات على الطابق اللي فوق، وبعدين انتقلنا للحمام. الحمام كمان نفس الاشي، حاولت انه يكون من مواد طبيعية مثل القش والخشب، وحطيت كمان فواصل نباتية بين كل مكان ومكان. حطيت اول فاصل بين الغسالة والنشافة وبين المغسلة، وتاني فاصل بين البانيو والشاور والتويلت. هلأ رح احط بعض الكلتر في المكان، احط السجادة وأرتب الكلتر، وبعدين أحط الإضاءة وننتقل للمكان اللي بعده. المكان اللي بعده هو المكتب اللي بتشتغل فيه صاحبة البيت. المكتب مطل على الشارع، فحبيت كمان إنه أحط نباتات حوالين القعدة، ووزعت لها كلتر على المكتب تبعها، حطيت لها نباتات كمان ومرجيحة وطاولة جنب المرجيحة عشان إذا بتحب إنه ترتاح من الشغل تقعد على المرجيحة تصفي ذهنها تفكر بأفكار جديدة للشغل. بعدين حطيت السجادة تبعت إيكو لايف ستايل وانتقلت للباك يارد أو السايد يارد هي عندي هون. حطيت فيها كتير شغلات بنحتاجها عشان يكون بيت عنا مصادق للبيئة، مثل أدوات فرز النفايات، الريسايكلينج والكرافتينج والزراعة. بعدين انتقلنا للغرفة اللي فوق، وزعت كمان ماكينات في غرفة من الغرف وتركتها، رح نرجع لها بعد هيك. الكنبايات اللي حطيناهم تحت وبعدين رفعناهم هون، حبيت احطهم هون كقعدة تانية إلها اذا ما بتحب تنزل على الطابق اللي تحت، وحابة انها تقعد هون تتفرج على الحديقة تبعتها من الشباك، او تغير جو وترسم لها رسمة تفكر، يكون في عندها قعدات مختلفة متنوعة في بيتها. لانه بتعرفوا احيانا الواحد بمر بمراحل اكتئاب، بمراحل ملل روتين، فبحب يكسر الروتين شوي يغير جو. وزعت لها كلتر في أرجاء الغرفة، وعم بحاول كل إشي يكون فيه نبتة. الكتب اللي حطيتهم كان في معاهم نبتة، السلة اللي فيها كمان الكتب برضو فيها نبتة. عم بحاول قد ما بقدر كل شي يكون فيه خضار وكل شي متعلق في الطبيعة. بعدين انتقلنا للبرندة المسكرة اللي هي عبارة عن مشربيات، حطيت لها فيها قاعدة صغيرة، وزعت فيها ديكور بسيط، وبعدين حطيت نباتات وحطيت قوارين صغار عشان تزرع فيهم. بعد هيك انتقلت للحمام تبعها الخاص فيها، حمامها صغير وحبيت انه يكون كمان بسيط. اخترت الخزانة تكون خشبية بس باللون الابيض لانه الحمام اسود، وعملت الفاصل النباتي كمان ما بين الشاور والتويلت، ورح احط شوية كلتر ومرايا. وحطيت كمان على الحيطة نباتات، بعدين وزعت الكلتر اللي بيكون موجود على المغسلة مثل الصابون، أدوات العناية بالبشرة، فرشاة الأسنان. آخر إشي راح أحط لها سجادة وإضاءة، وننتقل لغرفتها النوم. غرفتها النوم أنا حابة إنه يكون في لها لون مختلف، لأنه البيت كلياته عبارة عن ألوان طبيعية عادية، فحبيت اكسر بس بهاي الغرفة شوي الالوان اللي عنا واحط اللون هذا اللي جاي على ارميدي. حطيت لها كمان كنباية عليها شوية باترنز، ووزعت الخزاين حوالين المكان. اخترت لها المراي، وكمان تركت لها مراي موجودة اللي هي جاي بالطول عشان اذا بتحب تتصور على المراي تبعتها تكون لبستها كاملة مبينة على المراي، بتعرفوا حركات البنات. بعدين راح احط لها في هاي الزاوية كمان نباتات عشان ما ننسى انه بعدنا عم نشتغل على بيت مليان نباتات لحدا بحب الطبيعة بحب يحافظ على البيئة. واخر اشي حطيت لها فريمات لصور، وانتقلنا على الغرفة تبعت الكرافتينج. غرفة الكرافتينج ما راح اعمل فيها كتير شغلات لانه اصلا هي بس الكرافتينج،
فالديكوريشن رح يكون كتير بسيط، ما رح يكون مثل العادة كله كلتر وهي الشغلات. وزعت الماكينات حوالين المكان بحيث انه يكونوا فانكشنال كمان وما يضربوا على بعض. حطيت الماتيريال على الحيطان والارضيات، وزعت شوية نباتات وشوية لوحات، بس طبعا رح اغيرهم، رح يكونوا كلهم نفس الصورة. واخر اشي هذا الحيطة حبيت انها تكون عليها نباتات، حطيت الاضاءة. وبعدين رح ننتقل للممر اللي بودي على الغرف بالطابق الثاني. خلصت الممر على السريع، حطيت فيه كافي كورنر، وبعدين انتقلت لآخر غرفة موجودة في هذا الطابق، وحبيت انها تكون مكان تدلل فيه حالها وتعتني فيه نفسيتها وبشرتها. فعملت لها جهة للسبا والمساج، وجهة كمان للرياضة. حطيت لها اللي هي التريدميل، وكمان السجادة تبعت اليوغا. آخر إشي حطيت لوحات وديكورات بسيطة على الحيطان. وبهيك يا أصدقائي بكون خلصت معاكم البيت المصادق للبيئة أو الإيكو فريندلي هاوس. يلي بتكون انبسطتوا ويكون عجبكم الفيديو. إذا في عندكم أي أفكار اقتراحات أو شغلات جديدة حابين نجربها مع بعض اكتبوا لي إياها. نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. إلى اللقاء يا أصدقائي. إنه نور الفجر الجديد من لشة الليل الشديد، والشمس فيه بدفئها بنت تلوح. الرزق لأجلنا يا صديق، ينادي علينا أن نفيق ونستعين بربنا، فلا نلاقي ما يعيق. غدا يفوز بالمكاسب صابر، لم ينتهي عن سعيه لثواني. مهما يطول الوقت جهده عائد، وبالنجاح مثوج من صبره من عمله. أغلى الثمار